مساء الخير مشاهدينا الأعزاء في أول حلقة من برنامجنا الاقتصادي جمهوريتنا الجديدة. ضيفنا النهاردة الأستاذ هاني الفتوح الخبير المصرفي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إيه هو كارت الميزة؟ كارت الميزة هو أول بطاقة دفع إلكتروني مسبقة الدفع بتصدر للمواطن المصري كجزء من جهود الدولة إنها تقلل من الاعتماد على أوراق النقد في التعامل، وده في حد ذاته بيبقى من ضمن استراتيجية البنك المركزي للتحول إلى المجتمع أقل اعتمادا على النقد، وبتحقق أهداف الشمول المالي. ده يعني الحقيقة أحد الأدوات اللي هي بتستخدمها البنوك إنها تدفع بمعدلات الشمول المالي، وأيضا بتتيح للمواطن أنه هو يستخدمها في أداء المدفوعات النقدية سواء للجهات الحكومية أو التعاملات المالية الأخرى، ولها عدة استخدامات ومزايا بتتاح للمواطن هنتكلم عليها إن شاء الله لاحقا. بالنسبة للمواطن اللي مش عنده حساب في البنك، ليه يعمل كارت ميزة أو بطاقة ميزة وما يعملش مثلا بطاقة عادية أو بطاقة ائتمانية عادية؟ هو الحقيقة يعني الهدف من بطاقة ميزة إنها بتصدر بتقريبا رسوم بسيطة للغاية، بعض الأحيان الرسوم دي بتكون مجانية في أول سنة، إنما يعني لو هو هيستخدم البطاقات سواء بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان اللي هي بتصدرها البنوك، هي بتبقى لابد أنه هو يكون عنده حساب في البنك، بينما بطاقة ميزة من مزاياها أن هي بتصدر لمن هم فوق 16 سنة، إجراءات ورقية بسيطة للغاية، لا تشترط أن يكون طالب الإصدار لعنده حساب في بنك، وحتى يمكن بتصدرها بالبطاقة الشخصية السارية أو بجواز السفر الساري، وممكن أيضا إصدارها من البريد المصري. ففي عدة بنوك الحقيقة مشتركة في تقديم هذه الخدمة إلى المواطن، والحقيقة أنا شايف أنها أحد الأدوات الفعالة اللي هي هتخلي أكبر قدر من المواطنين أن هم يستخدموا البطاقة دي، وأن هم يقللوا اعتمادهم على الأوراق النقدية في التعامل، وده في الحقيقة في حد ذاته هدف للدولة بأنها من ضمن استراتيجيات الدولة للتحول غير النقدي. نحن الهدف إصدار نحو 20 مليون بطاقة بما فيها بطاقات المعاشات وبطاقات الرواتب وبطاقات لذوي الهمم، وحتى يعني حديثا هتستخدم هذه البطاقات لتقديم أو لصرف الدعم النقدي في نظام تكافل وكرامة. إيه الخدمات اللي ممكن نقوم بيها من خلال استخدام بطاقة ميزة؟ في يعني خدمات متعددة طبعا، منها الإيداع النقدي في هذه البطاقات، وعمل مشتريات لدى مجموعة واسعة من التجار المشتركين في شبكة اللي هي بتتيحها استخدامات بطاقات الميزة. أيضا التحويلات، صاحب البطاقة ممكن أن يستلم تحويلات على بطاقة ميزة، وده تبقى معدة المدفوعات طبعا المدفوعات الحكومية واستلام الراتب، وكل دي الحقيقة شايفها مزايا كبيرة بتتيحها بطاقة ميزة للدفع المسبق. غالبا المدة اللي بتاخدها او اللي بياخدها البنك او البريد عشان يطلع بطاقة ميزة قد ايه؟ ما بتاخدش وقت على الإطلاق، بمجرد أنه هو بيتقدم إلى موظف مسؤول خدمة العملاء بصورة بجواز السفر الساري أو بطاقة الرقم القومي السارية بتطلع في الحال، إنما لو كان عايز البطاقة بتبقى عليها اسمه فده يمكن بتاخد وقت أكتر. بكود التفعيل البطاقة على الهاتف المحمول بمجرد استلامه بتصبح البطاقة صالحة للاستخدام. في حالة ان الواحد او المواطن بعد ما عمل كارت ميزة ضاع منه او سرق، ايه اللي ممكن يعمله؟
هل بيبقى نفس الخطوات اللي بيعملها في حاله فقدان وللبطاقه الائتمانيه البنكيه؟ الحقيقه الاجراءات ميسره جدا، بيقدر يتصل على الخط الساخن للبنك المصدر وبتطلع بطاقه بدل بطاقه اخرى فيها نفس الرصيد اللي كان في البطاقه. تمام. نصائح حضرتك توجهها للمستخدمي كارت ميزه وللناس اللي حابة لسه تعمل كارت ومقلقة يعني ليه يعملوه؟ أنا شايف إن الحقيقة بطاقة ميزة حاجة يعني مميزة جدا، يمكن من البطاقات اللي هي قليلة التكلفة للغاية، يعني يمكن الإصدار في بعض البنوك بتصدرها مجانا في بعض البنوك، وبعض البنوك بتاخد مصاريف بسيطة بتتراوح من 5 جنيه إلى 20 جنيه، فالحقيقة دي بتتيح يعني وبكل سهولة أداء المدفوعات. وأيضا في ميزة جديدة كمان اللي هي بتمكن الموظف إن هو يعمل مشتريات لغاية 30% من المرتب، وبتخصم من راتب الشهر القادم، يعني يقدر يصرف قبل ما يقبض. بالضبط. فالحقيقة كل انا شايف دي مزايا كبيره، انا يعني الحقيقه بشجع المواطنين ان هم يبداوا يعني يقللوا اعتمادهم على استخدام الاموال النقديه في التداول، لان بطاقه ميزه امنه يعني قليله التكاليف، سهل استخراجها من مجموعه واسعه من البنوك ومن البريد المصري، وبتحقق مزايا كبيره جدا في التعامل الامن اللي احنا عايزين المواطن ان هو يتشجع اكتر ويكون التعامل اللا نقدي هو السمه الغالبه في التعاملات في مصر، علشان نحقق في النهايه هدف اللي بنسعى اليه، التحول الى مجتمع الاقل اعتمادا على النقد، وده بيوفر في تكاليف طبع النقود، وايضا بيوفر في او بيؤدي الى زياده فاعليه الخدمات المؤداه الى المواطن. في نهايه الفقره بحب اوجه الشكر لضيفي الكريم الاستاذ هاني مفتوح لخبير المصرفي على المعلومات القيمه اللي هو قدمها لينا، مع ان شاء الله هيوعدنا ان هو يبقى معانا في حلقات قادمه عشان نتكلم عن الخدمات البنكيه المختلفه. أشكرك. أتمنى أن يكون كل حد شاف البرنامج استفاد منه، مع وعد بلقاء الأسبوع اللي جاي. معاكم شيماء مصطفى.